السلام عليكم. نرجع لمادة الديجيتال كنترول والستيت فيدباك. الآن في كونسبت بنسميها الديد بيت. الديد بيت هذه ايش بتعني؟ هذه بتقول انه كل البولز للسيستم، يعني احنا بحط الزيز، الزي واحد والزي اثنين والزي، خلينا نقول الزي وان، هذول موجودين ات الاوريجين، يعني الكاركترستيك اكويجن تبعتنا بتقول زي تو ذا ان ايكوال زيرو. كويس، هذه ايش بتعطيني؟ في لها ميزات وفي لها عيوب. الان اي ديسكريت سيستم ليوصل للستادي ستيت او يوصل للفاينل ديستنيشن يعني تبعته، الفاينل فورم تبعه، قديش الاوردر تبعه؟ بياخد هالقد ستيبس، يعني بياخد هالقد سامبلينج تايم. يعني لو السيستم كان عندي ثيرد اوردر معناته حياخد 3 ستيبس ليوصل الستادي ستيت فاليو. الان لو هذا السيستم عندي 10th اوردر بده ياخد 10 ستيبس. الان هذه اسرع من هيك مش حتلاقي سيستم اللي يوصل للستيدي ستيت، فهو اصلا فاس السيستم تو ستيدي ستيت فاليو اللي هو الديد بيت. هاي في الطريق ايش بعمل؟ يعني زي الانسان لما بدك توصل باسرع ما عندك بدك تجري باكثر قوه، فبدك ايش؟ تستهلك طاقه عاليه، وهذا من الشغلات اللي فيه انه هذا بيستهلك طاقه عاليه، فاحيانا بدخل في مرحله الساتوريشن. الحاجه الثانيه، لو بتلاحظوا اللي بيجري في اقصى ما عنده لما بيجي يوصل خط النهايه بيقدرش يوقف على طول، فبتاخذ فتره ليوقف، يعني هذا بنسميها اوفر شوت، فيري هاي اوفر شوت، وهذا consumed a lot of energy. هاي عيب الديد بيت، بس الميزة تبعته انه بعطيني the fastest time، وبنستخدمه بشكل كبير في البنش مارك statement. يعني هذا تتذكروا قبل شوي لما تكلمنا على إكرمان، في الإكرمانز فورمولا الجين كان بدي يساوي عندي زيرو زيرو، وهنا واحد، وهنا كنت احط الايش؟ الدبليو او الكيو سي عندي انفيرس، وقلت هذه في الفا ايه. في هذا الحالة الفا ايه هذه في حالة الديت بدها تساوي ايه تو ذا ان، وهذه بتعطيني الجين على طول بدل ما احط الشكل التاني زي تو ذا ان حطيت اي تو ذا ان. هذه الكيلو هاملتون هذه بتفيدنا، كانت في عصر ما قبل الكمبيوتر بشكل كبير، كانت بتسهلت عملية السمبليفيكيشن في عملية الحسبة. بس هذه شغلة كنت حابب اعمل لها منشنينج قبل ما نتكلم على الستيت او نتكلم على الستيت استيميتر. الستيت استيميتر حاط الجراف هنا، وناخذ بريك ونكمل بعدها. الستيت استيميتر ايش بتقول لي؟ بتقول لي انا عندي التالي، هاي عندي الانبوت تبعي يو اوف كي بغض النظر ايش طبيعه يو اوف كي، هاي عندي السيستم الاصلي اللي موجود فيه الاي والبي ماتريكس، هذا بيعطيني الستيت x of k، خلينا نسوي هاي ال states، بدخلها على ال c تعطيني ال y of k. كويس هيك، هاي ال y of k. الآن ال estimator تبعي هو جاي في هذه المنطقة، في عندي ال A وال B هدول خلينا نقول هات وهات عشان نميزها، يعني هذه اللي هي اللي بتقد التقديرية اللي عندي، بتعطيني
تعطيني الستيتس تبعت الاوبزيرفر هذا البلانت، خلينا نكتبها، وهذا الاوبزيرفر، في الكتاب تبعنا في 3 اسامي، الاوبزيرفر، استيميتور، والبريدكتور. هذول يحملن نفس المعنى. طبعا لاحقا في الدنيا حتلاحظوا انهم هذول بيختلفوا في الهاي، بس حاليا نفس المعنى. هاي بيجي عندي الواي هات اوف كي، الان بدخل الواي هات اوف كي هذه بإشارة نيجاتيف يعني، وبقارنه مع الواي هات الواي اوف كي الموجودة يعني هاد، والفرق بينهم بدخله على الجين تبعي بسميه هذا جي، وبدخله كانبوت للسيستم هذا، هذا بياخد الاوبزيرفر 2 انبوت اليو اوف كي، والفرق بين الايرور وال الايرور اللي هو جاي، الفرق بين الاكشوال اوتبوت و الاستيميتد اوتبوت اللي جاي من الاوبزيرفر الموجود عندي. الان ناخذ بريك وبنرجع لكم كمان شوي ندخل في التفاصيل، بس هذا حبيت افرجيكم الصورة بشكل عام.